بما يعرفه. لو سمحتم لو سمحتم تفضل تفضل عيدنا من جديد لو سمحت. تفضل عيد تفضل. هو مدعي المعرفة النمط يعني على العميل الذي هو يريد يعرف كل شيء عليك الاستماع والانصات له ما يعرف. يا سلام. هذا من العميل بما يفهمه في المهارات. يا سلام ما شاء الله عليك. شكرا لك شكرا لك شكرا.